يتحدث الرئيس رجب طيب أردوغان، ثم يذهب وزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان إلى الدوحة ويجري مؤتمرا صحفيا مع رئيس أو وزير الخارجية القطري، وإذا به يتحدث بكلمات تطابق ما تحدث به الرئيس رجب طيب أردوغان من إدانة جيش الاحتلال، وأيضا قال أن من يشجعون جرائم إسرائيل شركاء في الجريمة بغزة. دعونا نتابع ونستمع. شاركوني جميع من تحدثت معهم في هذه المرحلة حتى لو لم يقولون علنا، وبينما ندعو إلى منطقة سليمة لكل الطرفين والجهات الفاعلة غير الإقليمية، فأن البعض يصب الزيت على النار، ومن يشجع جرائم إسرائيل تحت ستار التضامن هم أيضا متواطئون في هذه الجريمة. إذا لم نتمكن من منع الأزمة الحالية من الانتشار جغرافيا، فسوف تنتظر العالم كله أياما أسوأ بكثير. يشاركوني جميع